دي، وهنبدأ ان احنا ننزل هنا مسافة 1 سنتي زيادة في العرقبة الأمامية بالنسبة للرقبة، وان شاء الله هنشتغلهم كلهم على قماش. تمام، دلوقتي ادي يا جماعة شايفين حردة الرقبة لما عملتها بشكل ده، بصوا اديت شكل جميل. دي بالنسبة لدي بردك اهي كده من على الطرف كده اهو، الموضوع سهل بسيط مفيش اي، عشان نحط فيه كسرات بتاعتنا. تمام، لو دوران وسط عندك 10 يبقى الضعف اللي بجيبها هتبقى بالظبط واضحة، اهم حاجة واهم نقطة. وهنبدأ ماشيين كده اهم حاجة تكون كل حاجة واضحة، ما يكونش في حاجة ايه ازاي. اهم حاجة اللايك والتعليق والاشتراك، ويلا بينا نشوف شكل الفستان اتعمل ازاي. بصوا يا جماعة ده شكل الفستان في الاخر خالص، اتعمل بصورة سهلة وبسيطة قوي. اهم الله بركاته، اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده رجعنا يا جماعه مع بعض بفستان خروج للعيد بصوره سهله وبسيطه قوي. اهم حاجه تتفرجي من الاول لحد الاخر وصدقيني الفكره تعجبك قوي، وكل اللي عليكي لايك وتعليق واشتراك، واهم برده من كل ده انك تقولي رايك في التفصيله وكمان في طريقه الشرح وفي كل حاجه في التعليق ده. واهم من كل الفيديو كله الصلاه على سيدنا النبي، بنصلي عليه مره صليت عليه 10، بنصلي عليه 10 صليت عليه 100، وبنصلي عليه 100 صليت عليه 1000، وبنصلي عليه 1000 حرم جسده على النار. اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. يلا بينا نعمل الفستان بصوره سهله وبسيطه قوي، ما تنسيش اللايك والتعليق. تاني يا جماعه مع بعض، وهنبدا نعمل بقى فستان خروج بصوره سهله للعيد يا جماعه بصوره جميله قوي قوي ومن الصفر. اهم حاجه اللايك والتعليق والاشتراك، وانك تتفرجي من الاول لحد الاخر، ويلا بينا نبدا. بصوا بقى دلوقتي نختار قلم مختلف عن الاسود عشان رسمت البطرون بالاسود. طبعا امبارح رسمت البطرون في الفستان برضو اللي عملته كان بصوره برضو سهله وبسيطه قوي. تمام، فستان كروازيكي. دلوقتي بقى هنبدا نعمل التعديلات بتاعتنا. اول تعديل معانا يا جماعه هو ان احنا هنيجي من عند حرده الرقبه بتاعتنا دي، وهنبدا ان احنا ننزل هنا مسافه 1 سنتي زياده في الرقبه الاماميه بالنسبه للرقبه الاماميه، وهنبدا ان احنا ننزل بقى كده. بصوا جايه كده اهي، ونروح نازلين كده بالشكل ده، بحيث ان انا لما اجي افتح الامام من هنا وابدا المفروض اركب فيه كلفه، يبقى ساعتها جايالي برسمه. تمام كده، مش جايالي مجرد حرده وخلاص. ده بالنسبه للحرده الاماميه. هبدا بقى ان انا اقص واحده واحده. طبعا الموضوع سهل بسيط قوي ما فيهوش اي حاجه، اهم حاجه تتفرجي من الاول لحد الاخر وصدقيني الفكره هتعجبك قوي. كل اللي عليكي بس اللايك والتعليق والاشتراك وتفعيل الجرس عشان توصل لكل جديد انا بنزله. وبالنسبه يا جماعه للكورس على قماش، في كورس اونلاين من الصفر، الكورس ده ان شاء الله هنبداه بس طبعا بسعر رمزي خالص. عايزه تعرفي تفاصيل عن الكورس اكتر، ادخلي على رقم تليفوني هتلاقيه تحت، او هتلاقي الواتساب بتاعي تحت في صندوق الوصف، وهبدأي كلميني وانا ان شاء الله اشرح لك كل التفاصيل بتاعه الكورس بتاعنا. هو عباره عن 6 فيديوهات وفي سعر رمزي ليه بسيط قوي، وان شاء الله هنشتغلهم كلهم على قماش. تمام، دلوقتي ادي يا جماعه شايفين حرده الرقبه لما عملتها بشكل ده، بصوا اديت شكل جميل ازاي للتفصيله من غير حتى ما ابدا ان انا افتحها او ابدا ان انا ارسم اي حاجه. هبدا بعد كده ان انا افتح بقى المسافه دي. تمام كده، بحيث ان هي تبقى ايه، دي مكمله لدي. اي شايفه ازاي بالشكل ده طبعا. وبعدين ابدا بقى اجيب قلم الوان مختلف تماما، يكون قلم لونه حلو كده، هستخدم الديبيتي. وابدا بعد كده ان انا اعمل الكلفه بتاعتي. المفروض الكلفه بتاعتي بتتركب خارجيه، بس انا هبدا ان انا اعملها في الفستان عشان لو انتي حابه تعملي نفس الفكره دي اهي كده. تمام، وهنبدا ان احنا نعرضها كمان شويه اهي، المفروض ان هي بتبقى خطين مش خط واحد، رودي جينا كده بالشكل ده اهو بالطريقه دي يا جماعه. تمام، طيب دلوقتي ده بالنسبه لدي، بالنسبه لدي بردك اهي كده من على الطرف كده اهو، الموضوع سهل بسيط ما فيهوش اي حاجه، من الصفر زي ما انتم شايفين اهو اهو كده، شايفه ازاي. طيب دلوقتي بقى بعد ما عملت الكلفه بتاعتي كده، هبدا بقى ان انا اجيب الفستان، ظهر الفستان بتاعي، وهبدا ان انا اقفل كده اهو بالشكل ده الفستان، الكتف على الكتف كده.
طبعا الفستان ده سهل، ينفع لكل المقاسات يا جماعه، مش مقاس واحد. بالنسبه لجدول المقاسات بعمله في الجروب، عملت صح جروب نسائي فقط. لو انت اول مره تشوفيني عندي جروب واتساب نسائي فقط، اسم الصفحه بتاعتي عشان لو حابه تعرفي اي تفاصيل اكتر، اسمها تعليم الخياطه مع مريم احمد، صفحه الفيسبوك. فادخلي لي على صفحه الفيسبوك وقولي لي يا مريم يا تضميني في الجروب، او تديني رقم تليفونك بتاع الواتساب، وفي الحالتين هضمك في الجروب يعني عادي. تمام. طيب دلوقتي بقى بالنسبه للقطعه دي هبدا طبعا ان انا اقفلها مع الجيبه اللي احنا هنعملها. الاول ان انا هعمل ايه بقى، هبدا اجيب قطعه تانية من الورق تمام عشان نعمل الجيبه. لحظه واحده، وهبدا ان انا اقسمها على نصين. الجيبه المفروض ادوار، هي المفروض 3 ادوار بس انا هعملها دورين بس تمام، عشان ما تبقاش كبيره قوي، وفي نفس الوقت عشان الخصهولك. دلوقتي هنبدا نقسم كده دورين بس زي ما انت شايفه اهو كده. طبعا ضعف دوران الوسط عشان نحط فيه، عشان نحط فيه كسرات بتاعتنا تمام. لو دوران الوسط عندك 10 يبقى الضعف اللي بتجيبها هتبقى بالظبط 20 عرضها عشان تقدري تعملي فيها الكسرات براحتك اهو تمام. طيب وبعدين نبدا بقى نعمل الكسرات بتاعتنا كده بالشكل ده. لحظه واحده كده كده اهي. لحظه واحده، ما تنسيش بس اللايك والتعليق والاشتراك وتفعيل الجرس عشان توصل لكل جديد انا بنزله على القناه. وعلى فكره في كلفه برضو بنركبها في الجيبه، ونفس الكلفه تقريبا بتاعت البلوزه بنفس اللون بنفس كل حاجه، ومن عند دوران الوسط كمان بنركبها. كل ده هركبه قدامك وهتشوفي هنعمله ازاي. اهي بصوا الموضوع سهل قوي اهو كده. طبعا هنجيب بقى دوران الوسط بعد كده اهو، استنيني بس كده ارفع كده كل مسافه اهو. طيب بعدين هنبدا نجيب بقى البلوزه بتاعتنا ونبدا نقفل فيها الجيبه بتاعتنا دي اهي بالشكل ده تمام. لحظه واحده بقى، تعالي من اول الطرف هنا، من اول طرف هنا اهو، شايفه اول طرف فين اهو. يا رب بس تكون كل حاجه ليكي واضحه، اهم حاجه واهم نقطه. وهنبدا ماشيين كده اهم حاجه اهو، تكون كل حاجه واضحه، ما يكونش في حاجه ايه تمام. بالنسبه بقى للزاويه الاولى انا قفلتها اهي، هبدا اقفل الثانيه كمان كده اهي. لحظه واحده بس كده اهي تمام. طيب ثانيه واحده بس اقفل القطعه دي عشان ما اتقفلتش كويس كده. وبالنسبه لو في اي زياده بقى بنبدا ان احنا ايه نشيلها. ده كده بالنسبه يا جماعه للجيبه بتاعتنا. القطعه الزايده دي، القطعه الزايده اللي من هنا دي اهي، هبدا اجيبها كده كده. طيب ده كده بالنسبه للجيبه اللي من فوق. اللي من تحت بقى هنعمل ايه؟ اللي من تحت هنجيب باقي القطع بتاعتنا دي اهي، وهبدا افرد كده الكسرات بتاعتي دي، هبدا ان انا افردها. انا مش عايزاها بس متنيه خلاص كده، عايزاها تبقى مفروده اهي كده كده. لحظه واحده اجيب دابيس. الموضوع سهل بسيط قوي، ما فيهوش اي حاجه من الصفر، واوريكي بردك في الاخر الشكل النهائي اتعمل ازاي. كده ونفرد الكسرات يا جماعه، نفرد الكسرات، نفردها 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 كده اهي كده، نفردها لحد النهايه، لحد النهايه. نراعي ان النهايه معانا مفروده، نراعي ان النهايه معانا مفروده بالشكل ده. بعد ما فردت كده، بعد ما فردت كده اهو، هبدا بقى ان انا اثني كده اهو كده. شايفه ازاي؟ تعالي بس كده، تعالي واحده واحده كده 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 اهو. وادي الكسره دي كمان اهي كده، وادي دي وادي دي
تمام كده. المهم ان انا عندي ايه، يبقى كل الاجزاء بتاعتي فيها نفس الكسرات الموجوده فوق موجوده تحت. لحظه واحده، بالشكل ده تمام كده. انا عملت نفس الكسرات الموجوده فوق موجوده تحت بصوره سهله ومن غير ما اعمل فيها كسرات. بالنسبه بقى للكلفه بتاعتنا، فالكلفه هنا وهنا، هنبدا نجيب قطعه زي دي وهنبدا ان انا اقسمها نصين بالشكل ده اهو، وهبدا اعمل فيها رسومات. لحظه واحده، طبعا انت ممكن تعملي الرسم اللي انا عملته ده من غير ما تفتحي خالص البلوزه الاماميه، يعني تعملي نفس الرسم من غير ما تفتحيها خالص. انا فتحتها عشان التفصيله بتقول كده. هبدا بقى يا جماعه ان انا اعمل هنا رسومات، تمام، نفس الرسومات الموجوده في البلوزه من فوق. لحظه واحده اهي، وهنبدا نعملها كده اهي بالشكل ده. الموضوع اهم حاجه واحده واحده ومن الصفر كده. هما ثلاث صفوف بس، او ثلاث صفوف بس، هكملها الورقه انا لحد النهايه. انا بس عشان خاطر ايه، هي طويلة قوي، فانا بعملها لحد ايه النهاية اهي كده. دي اول قطعة، تمام. طيب تعالي بقى كده، اول قطعة دي نبدأ ان انا اجيبها من هنا ومن هنا اهو بالشكل ده كده. لحظة واحدة، بصوا كده، تعالي كده، بصوا، استني استني، تعالي نجيبها من الجنب بقى، من هنا من هنا اهو، من هنا، ونيجي كده ونتكها كده، اهم حاجه التكه دي، تمام اهي كده. بالنسبه للباقي ده بقى هبدا ان انا اشيله، مش محتاجاه، مش محتاجاه خالص، ان هو خلاص بقى انا مش محتاجاه، هبدا ان انا اشيله. ممكن تلفيه زي حزام حوالين البلوزه بتاعت، حوالين الفستان بتاعك، بس انا مش هعمله كده، انا عملته ايه على طول. ده بالنسبه للقطعه دي. بالنسبه للقطعه التانية اللي موجوده من تحت دي، هنبدا ان احنا نعمل لها اشكال كده. لحظه واحده، بصوا، هتبقى جايه كده زجزاج اهي، زي نبض القلب كده. كده يعني حاجه كده تكون ايه، مديها شكل حلو وخلاص. اما شكلها ايه، فهي انا عملتها زي نبض القلب، سبعات تمانيات سبعات تمانيات، وبرده دي كلفة هتركبيها فيها، تمام. دلوقتي بقى اوريكي شكل الفستان في الاخر خالص اتعمل ازاي. اهم حاجة اللايك والتعليق والاشتراك، ويلا بينا نشوف شكل الفستان اتعمل ازاي. بصوا يا جماعة، ده شكل الفستان في الاخر خالص، اتعمل بصورة سهلة وبسيطة قوي. اهم حاجة اللايك والتعليق والاشتراك، وكل سنة وانتم طيبين يا اجمل جمهور في الدنيا، في امان الله. مع تحيات تعليم الخياطة عمري محمد، يا رب تكون تفصيلة سهلة وبسيطة وعجبتك. كل اللي عليك